بسم الله والابن الروح القدس لأنه واحد أمين. حلقة جديدة مع قناة دكتور أوجستين في مفاهيم المسيحية. لماذا تجسد الله؟ الله صفاته غير البشر، صفاته كاملة 100% كلها، وأي صفة لا تأتي على صفة أخرى. فالله عادل ومحب، وقال لآدم يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت. فعدل الله يقتضي أن هو آدم يموت، لكن لو آدم مات رحمة ربنا يبقى فيها انتقاص. يحل ربنا المشكلة دي مش أن هو يخلق إنسان تاني والإنسان يكرر نفس الغلطة ويبقى كده محلهاش، ربنا ينفذ الحاجتين مع بعض بدون انتقاص لأي واحدة فيهم، وهو إن بشر يموت وبشر يحمل في داخله اللامحدودية. لأن العمل الخطيئة إنسان، فلازم اللي يموت إنسان، ولازم اللي يموت يكون ليه قدرة كبيرة جداً تشفع في كل البشر على مدار العصور وتغطي خطايا البشر، عشان كده اتسمت الكفارة كفر، يستر ويرفع هو خطية العالم. فلذلك تجسد وصلب لأجلنا، لأن صفات الفادي لازم يكون بلا خطية، وإلا هيموت عن خطيته هو بس، وفي نفس الوقت يكون إنسان لأن عمل الخطية إنسان، ويكون قدرته غير محدودة ويموت بإرادته ما يكونش مجبر. فمين الصفات دي كلها موجودة في ربنا ما عدا صفة واحدة ما كانتش موجودة، وهي وجود الناسوت. وجود الناسوت جسد والدم اتخذوا من العذراء في الزمن، لذلك هو الوحيد سيدنا يسوع المسيح إلهنا الذي أتى بدون زرع بشر. طب ماذا قبل الميلاد؟ هل لم يكن موجودا؟ كان موجود، ولكن لم يكن متخذ جسدا ليتمم به الفداء. دي أحد وأهم أسباب تجسد الله. اتنين، تجدد الخليقة. الخليقة حصل فيها فساد نتيجة للفكر الغلط اللي دخل في آدم وحواء، انتشر للبشرية، فالله بتجسده نظف فكر البشرية. واحنا بنتولد، عشان نتولد ولادة جديدة فبنتعمد، فبنولد ولادة جديدة، فالخطية الجدية مفيش بتاعت آدم وحواء مسحها ربنا. نقابلكم بإذن ربنا في حلقة جديدة. شكراً.